نحن نتفق على أن هناك فجوة كبيرة وهناك قطيعة بين الشارع العراقي وبين القوى السياسية. اليوم الشعب ناقم على العملية السياسية وعلى السياسيين. جيد، أنا أتفق معك، ونريد تغيير هذه الطبقة السياسية بطبقة وبوجوه جديدة ودماء جديدة، ولكن أن يفعل بالعراق كما فعل في عام 2003 بأن انهار النظام السياسي وانهارت المؤسسات وانهار الجيش وانهار الأمن، وتعال نبني دولة من جديد من الصفر، وكل واحد يريد رؤية جديدة، وكل واحد هسه لربما ساعدتنا الظروف والرحمة الإلهية والقوى العالمية لربما في أن تتكون هناك دولة في 2003 ونصل إلى ما وصلنا إليه. لربما هذه الظروف لو انهارت العملية السياسية لن تتاح مرة أخرى، ويذهب العراق إلى المجهول كما ذهبت دول كثيرة اليوم في المنطقة والشرق الأوسط خصوصاً، ولربما لن تقوم لها قائمة إلا بعد لربما زمن طويل. إحنا ما نقول نجب أن نحافظ على النظام السياسي العراقي وعلى الأمن العام وعلى أمن المجتمع، وبنفس الوقت نريد تغيير. هذا التغيير نحن نتفق يجب أن يكون هناك تغيير، ولكن هذا التغيير يجب أن يكون ويمر بعملية ديمقراطية قانونية دستورية. لا نريد أن نقفز على الدستور، لا نريد أن نقفز على القوانين، يجب أن يحترم القانون، يجب أن تحترم العملية الانتخابية. إحنا اليوم أكو يعني من الإيجابيات في العراق الجديد أن الكل يفكر أن يصل إلى الحكم عن طريق الانتخابات. هسه الطريقة شلون، الآلية شلون، الطريقة المتبعة شنو، يعني الحلول اللي عنده براسه حتى يوصل يغري الناس، يقنعها ببرنامج بأي طريقة كانت سلبية أو إيجابية. طيب، لكن المنفذ واحد والطريق والبوابة واحدة وهي بوابة الانتخابات.